راح فين؟ ارفع من وش التراخه انت يا ولادة. افتحي يا من قهد البلد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ افتحي الباب. ايه ده ايه ده ايه ده بتعمليه؟ انا مش قلت النضال ده ما يشتغلش بالليل؟ قلت ولا ما قلتش؟ الفه راح فين؟ ها الودان انطرشت خلاص. يلا يلا ما تقومش عيش هنا. يا ست الشوق. بلا يا ست الشوق بلا نيله. تاخدي الصنيوله بتاعتك دي تطلعوا بره، وسكان هتكمل طوش اللي انت اديتيهم لي الصبح. ابقي وانت خارجه عدي خديهم مني على الجزمه. ايه يا جماعه خير؟ لا يا اخويا مش خير. لا مش خير. ما هو لما يبقى الجيران مش لبعضيها يبقى مش خير. حصل ايه بس؟ حصل خير والله. ما حصلش حاجه المره دي، حصل خير. يعني ان شاء الله كده حليب يا قشطه. يعني ما يصحش تنكرش انت والسنيوره وتروحوا في الشارع. تروحوا فين دلوقتي في نصاص الليالي؟ عيب ما يصحش. وبعدين ما تاخذنيش يا ست الحاجه، اصل انا طول النهار ببقى في الشغل واقفه على رجليا، فباجي على بالليل بقى بتبقى يعني راسي جواها شواكيش شغاله دقه على راسي. وبعدين بوصل بقى البيت ما بصدق الاقي السرير، برمي جبتتي وببقى مزنهره وطق من جنابي كده مش عارفه ازاي. ربنا يكون في عونك. ما تاخذنيش بقى المره دي بس يعني انا احنا جيران. اه طبعا. احتجتي حاجه اي حاجه لازم تعدي عليا. اوعي تترددي. لا والله انا قلت ان انت ست طيبه. احنا ما تعرفناش. نسمه بنتي اخر سنه في كليه الاداب. حلوة أداب. وحسن ابني. أداب رخم. لا ده مخلص كلية التجارة وبيدور على شغل. وإن شاء الله كل الأبواب المفتحة هتكون في وشك. يا رب. تنورتنا يا سي حسن. نعمل شاي بقى يا سي. لا 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 شاي وده وقت شاي. أنا حسيبكوا بقى ها؟ طيب. لو احتجتي حاجة لازم تعدي عليا. حاضر. ماشي. يلا انت نورتونا. وانا واعده مني مش هشغل الموتور ده تاني ابدا. لا ده انت شغلي الموتور ده في اي وقت انت عايزاه، صبح ليل براحتك خالص. تصبح على خير بقى. تسلمي. ماشي. ايه يا ماما ده؟ ايه الست دي؟ مالها عماله تتلوى يمين وتتلوى شمال وتبص لحسن؟ هو في ايه؟ وبعدين ايه الطريقه الزفت اللي هي بتتكلم بيها دي؟ سيبك منها بس. انا مش عايزه حد فيكم يكلمها ولا لسانه يجي على لسانها. احنا قاعدين هنا لحد ما ربنا يفرجها وبعد كده نشوف مطرح تاني. انتوا فاهمين؟ طبعا. انت بتقولي ايه؟ هو مين فينا اصلا يحب يتكلم معاه ولا يتعامل معاه اصلا الست دي؟ وانت من بكره تنزل تلف البلد دي لف وتبرم كده لحد ما تلاقي شغل. يا ماما يعني هو انا قصرت في حاجه؟ والله يا ابني انا عارفه، بس انت شايف الحال عامل ازاي؟ والله العظيم ما في حد الا لما سالته على شغل، ولا في اعلان في جورنالي لما روحته، انا مش عارف اعمل ايه بس. معلش دور كمان وان شاء الله ربنا هيوفقك، ربنا بيحب اللي يسعى. ونعمه بالله. كفاك يا صباح شوق. في ايه؟ كفاك بقى. اطلع بره. يا بنت ده انا بحبك. بقول لك اطلع بره بقى. هي كلمة بره دي على طول كده. بتعمل لك خيمه يا ابني على الصبح؟ الله الست زمانها نازله ومش ناقصين قله قيمه. جراء يا عم جميل، ما كل حاجه على ايدك اهو. بعدين انا كنت عايز اطلب منك طلب صغير كده. قول. كنت عايز سلفه. ولا كلمه. تجنن انت على الصبح. عايز نقضي يوم اسود من ارض الخروب ولا ايه؟ هو تخصم يوميتي. ولو.
اقول لك خلي النهار يعدي بس مبسوط عليا انا عدهم لك من معايا بس اوعى تجيب لها سيره مش ناقصه هي الحكايه هنسولف قال ده دوره ازرق باين ولا ايه شمس الشموس سهر الليالي صباح الفل ست الكل يوف ايه مش قلنا تتكلم معايا من بعيد لبعيد ريحه نفسك صعبه قوي خير دلوقتي بقيت كخه ولا ايه عايز ايه جيب من الاخر ماشي انا صالحت مع المعلم سلمان وانت مالك حد قال لك تروح تصالحه انت ازاي تعمل حاجه زي كده من دماغك كده يا ست الراجل ليه عندنا كتير وبضاعته ملهاش اخو يا عم ليه اللي ليه حد قالك اني عايزه اتعامل معاه من تاني حد قالك ان انا ناقصني ايد ولا رجل عشان ما اروحش للراجل بنفسي ما انا مش عايزه اتعامل معاه تاني انت ايه مخك ده ايه الافيون لحسه الخمره ضعضعته خلاص الافيون باخده عشان اكون جاهز لوقت عوزه والخمرة باخدها عشان انسى اساوت ايه اوعى كده انت تقعد زي الشوالة اللي انت بتقعد عليه ولا ليك كلمة ولا ولا لا انت فاهم ولا لا شوال تمام اوف حسن مش تصبح ولا انت لسه زعلان مني من امبارح لا ابدا والله مش واخد بالي صباح النور قولي فطرت الحمد لله طبعا ما كله الحمد لله فطرت والله كنت لسه هفطر في السكه يا راجل هو في واحد يعرف يروح مشوار ويقضي مصلحته الا اذا كان فطران فطاره حلوه وترم عظمه كرسي اوام كرسي للباشا باشا اقعد نضيف ولا الدكان بتاعي مش قد المقام ابدا والله ده زي الفل يعني وانت مقامك عالي هتفطر معايا ايوه بس انا عندي مشاوير كتير والله لو مفطرنا مع بعض هزعل منك ما تضربنيش بقى على الصبح انا زعلي وحش